السلام عليكم أعزائي عزيزتي في المختار في النشاط العلمي للمستوى الثاني ابتدائي صفحة 32. كما راكم تشوفوا هنا غادي نمشيو للصوت والحركة، الصوت مع الحركة، ونشوفوا كيف يحدث الصوت، حدوث الصوت، كيف وضعية الانطلاق، اكتشفوا كيف يصدر العود صوتا. كما رحنا نشوفوا هنايا واحد الفتاة ماذا تفعل؟ تنقر بأصابعها هاد الأوتار، الأوتار هما هاد الخيوط كما راكم تشوفوا، وتنقر هي تضرب بيديها ويحدث هذا تحدث هذه الأوتار صوتا قويا عندما تنقر الفتاة بأصابعها. إذن نمشي وألاحظ وأتسائل كيف يصدر، نقول كيف يصدر العود الصوت، كيف يصدر العود الصوت، أو نقول كيف يحدث الصوت، كيف يحدث الصوت، يعني نكتبوها جوج المرات إلى بغينا. كيف يصدر العود الصوت، كيف يصدر العود الصوت، أو نكتبو كيف يحدث العود الصوت. غادي نمشيو الفردية هنا وش نقولو؟ يصدر العود، يصدر الصوت، يصدر الصوت من الأوتار، أو يصدر الصوت بالنقر على العود. عندنا جوج فرديات ليش قلنا نكتبوها؟ يصدر الصوت من الأوتار، يعني يصدر من الأوتار، أو يصدر الصوت بالنقر على العود. جوج نتاع الفرديات نكتبوهم هنايا. أنجز تجربتي وأملأ الفراغ بما يناسب، فلا يهتز ولا يحدث، فيهتز ويحدث، فلا يهتز ولا يحدث، فيهتز ويحدث. هنا عندنا كما راكم تشوفوا علبة بها شريط مطاطي مشدود، هنا علبة بها كما راكم تشوفوا هو الشريط المطاطي مشدود، وغادي ينقر الطفل بيديه، ينقر الأوتار الوتر، ثم نرى الشريط، ثم نرى ماذا سيحدث. أنقر الشريط فلا وش نقولوا هنايا؟ فيهتز ويحدث صوتا، فيهتز ويحدث صوتا. منين كان مجبد، كي نجبدوه مزيان يهتز ويحدث صوتا. هنا غادي نمشيو العلبة الثانية، علبة بها شريط مطاطي مرتخي، مرتخي يعني ماشي مجبد مزيان، مرتخي يعني ماشي مجبد مزيان. وش نقولو؟ أنقرو الشريطة فلا يهتز ولا يحدث صوتا، هنا فلا يهتز ولا يحدث صوتا. نمشيو لأستخلص، ماذا نستخلص؟ ينتج الصوت عن الاهتزاز الأجسام، ينتج الصوت عن اهتزاز الأجسام. غادي نكتبوها، غادي نكتبو ينتج الصوت عن اهتزاز الأصوات، هنا نكتبوها في أستخلص. أستثمر، أملأ الجدول بكتابة اسم الجزء الذي يهتز فيحدث صوتا، وكيف يحدث هذا الصوت. الجزء الأول عندنا هنا كما راكو تشوفو جيتار، وعندنا هنا طبل، هنا عندنا كمانجا، وهنا عندنا طبل، وهنا عندنا جيتار. الجزء الذي يهتز وش نقولو؟ الجزء الذي يهتز هو الوتر، الوتر هاد الخيوط، الجزء الذي يهتز هو الوتر. غادي نكتبو الوتر، يعني بواسطة يحدث الصوت بواسطة هنايا الحك، بواسطة الحك. هنا نقولو
الجزء الذي يهتز هو الوتر، الوتر. وهنا غادي نكتبو بواسطة الحك، نكتبو الحك بالحك، هنا نكتبوها. إذا غادي نمشيو للثاني. هنا وش هو الجزء الذي يهتز؟ هو الجلد، هو الجلد. هنا هاد الجلد اللي في الطبل، غادي نكتبو الجلد هنايا. ويحدث الصوت، وش نكتبو؟ بالقرع، بالقرع. هادي غادي نكتبوها هنا، هادي نكتبوها هنا بالقرع. غادي نمشيو هنا. الجزء الذي يهتز هو الأوتار، الأوتار هادو هما اللي كيهتزو. وش غادي نكتبو هنا؟ بالنقر، هادي بالنقر. إذا غادي نمشيو للصفحة الموالية 33. انتشار، عندنا هنا الصوت والحركة، انتشار الصوتي، انتشار الصوتي. غادي نمشيو هنا لوضعية الانطلاق. أصحح شك مصطفى بأن الساعة توقفت عن الانشغال. علاش مصطفى شك بأن الساعة توقفت عن الاشتغال؟ علاش؟ لماذا؟ باش عرفها بأنها توقفت عن الاشتغال. غادي نمشيو للتساؤل، ألاحظ وأتساءل، أتساءل واش نقولو؟ ما سبب شك مصطفى في توقف الساعة؟ ما شك مصطفى في توقف الساعة؟ أفترض، واش غادي نقولو في الافتراض؟ لأن الساعة لا تحدث، لا تحدث صوتا، لأن العقارب لا تتحرك. هذه هي اللي غادي نديروها هنا في افترض. افترض، نعاود لكم، لأن الساعة لا تحدث صوتا، ولأن عقارب لا تتحرك، ولأن العقارب لا تتحرك. غادي نمشيو أتحقق. أنجز تجربتي وأملأ الفراغ بما يناسب. الهواء، الخشب. ينتشر الصوت عبر، وش نقولو؟ هل الخشب أم الهواء؟ بالطبع الخشب. ينتشر الصوت عبر الخشب أكثر من انتشاره في الهواء. الخشب نكتبوها هي الأولى، والهواء هي الثانية. استخلص، ماذا استخلص؟ ينتشر الصوت في أوساط مثل الخشب، مثل الخشب والهواء والماء. ثلاثة على آخر. ينتشر الصوت في أوساط مثل الخشب والماء والهواء. استثمر، أضع قنينة زجاجية على طاولة وأطلب من صديقي أن يقف بعيدا عني، ثم أنقر القنينة بقطعة معدنية وأسجل ملاحظتي. الصوت الذي سمعه صديقي انتقل إلى عبر الهواء. سنذهب إلى الصفحة 34. شدة الصوت، غادي نمشيو دركي لواحد الموضوع نتاع شدة الصوت. أقارن بين الصوتين الناتجين عن الطبلين. ألاحظ وأتساءل. هنا ماذا نرى؟ طفل له طبل صغير وطبل كبير، ويطبل بكلاهما فيحدث صوتين مختلفين. إذا ماذا نقول؟ ما الفرق؟ نكتبه هنا التساؤل. ما الفرق بين الصوت الصادر عن الطبلين؟ ما الفرق بين الصوت الصادر عن الطبلين؟ غادي نمشيو افترض، وش نقولو؟ نكتبو ربما النقر بالعصا الرقيقة على الطبل ضعيف.
ربما النقر بالعصا الرقيقة على الطبل ضعيف، ولا نقولوا ربما النقر بالعصا الغليظة على الطبل قوية، يعني إما نقولوا هذه ولا نقولوا هذه، يعني عندنا جوج افتراضات. غادي نمشيو أتحقق. أقوم بالمناولة التالية وأتم الجمل بالكلمة المناسبة. قوي ضعيف. أقرع الطبل بخفة وألاحظ صدور صوت ضعيف. أقرع الطبل بخفة وألاحظ صدور صوت ضعيف. أقرع الطبل بقوة وألاحظ صدور صوت قوي. أستخلص. ماذا أستخلص؟ شدة، هنا شدة الصوت مرتبطة بطريقة إحداثه، إذا يمكنها أن تكون ضعيفة أو قوية. شدة الصوت مرتبطة بطريقة إذ يمكنها أن تكون قوية أو ضعيفة. أستثمر. أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. قوي، خافت، مرتفعة، ضعيفة. الهمس صوت خافت. الهمس صوت خافت. الصراخ صوت قوي. شدته ضعيفة. شدته قوية أو مرتفعة. شدته ضعيفة. شدته مرتفعة. سننتقل إلى الصفحة 35. الضجيج صوت مزعج. الضجيج صوت مزعج. وضعية الانطلاق. أبين ما يقلق ليلى. ما يقلق ليلى؟ هنا نرى طفلين يصرخان ويطبلان بالطبل كما تريا في كما ترون في الصورة. ماذا ألاحظ وأتساءل؟ وش نقوله في التساؤل؟ لماذا تضع ليلى يديها على أذنيها؟ علاش كتوضع ليلى يديها على أذنيها؟ لأن الصراخ قوي أو مزعج. لأن الصراخ مزعج. ماذا أفترض؟ أفترض لأنها لا تريد سماع الضجيج. غادي نكتبو لأنها لا تريد سماع الضجيج. هذه هي الافتراضية. غادي نمشيو لأتحقق. ألاحظ الرسمة وأملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. يؤثر على صوت. وش غادي نقولوا؟ الضجيج. وش نقولوا؟ صوت مزعج. الضجيج صوت مزعج. يؤثر، نكتبوا هذه، يؤثر يؤثر على الصحة. يعني الضجيج بزاف كيأثر على الصحة، مثل الأعصاب، يعني الأعصاب كيديرنا الأعصاب في الرأس
وفي مك... آه في صح... في مكان آخر. أستخلص، ماذا أستخلص؟ الضجيج صوت مزعج. هادي نكتبو الضجيج. الضجيج صوت مزعج. يؤدي، نكملو، يؤدي، يؤديني، يؤذيني، نكتبو يؤذيني، 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 نزيدو هنا ليا، يؤذيني، أتجنب، أتجنب سماعه، يعني ما خصنيش نسمعو، أتجنب سماعه، وإحداثه، زعما ما نديروش، إحداثه. هذه هي الفردية. أستخلص، ألون البطاقة التي تعبر عن صوت هادئ بالأخضر، وبالبطاقة التي تعبر عن ضجيج بالأحمر. ألون البطاقة التي تعبر عن صوت هادئ بالأخضر، وبالبطاقة التي تعبر عن ضجيج بالأحمر. هنا أتحدث بهدوء، غادي نلونها بالأخضر لأنني أتحدث بهدوء. ألعب بأجهزة إلكترونية، أجهزة إلكترونية ما كديش بزاف تاع الصداع، يعني كنلونها بالأخضر. أرفع من شدة صوت التلفاز، يعني إلا جهدنا التلفاز إذا يعني هاد البطاقة تعبر عن ضجيج ولونها بالأحمر. ألعب بالكرة في البيت، الكرة في البيت تحدث ضجيجا وألونها بالأحمر. سنذهب إلى الصفحة 36. الصوت الحركة، عندنا مشروع صنع هاتف بسيط، يعني إلا بغينا نصنعو واحد الهاتف بسيط. أهيئ لوازم مشروعي، أكتب أسماء اللوازم التي سأحتاجها في مشروعي. ماذا سأحتاج؟ غادي نكتبو أحتاج علبتين، علبتين يعني واحد العلبتين تاع ياغورت، يعني تاع دانون، علبتين. غادي نحتاجو علبتين. واش نحتاجو؟ خيط طويل، غادي نحتاجو خيط طويل، ونحتاجو مسمار باش غادي نثقبو العلبتين، ونحتاجو صافي العلبتين وخيط ومسمار. ما اضع تصميما لمشروعي، غادي ان شاء الله نصاوب لكم واحد التصميم. غادي نجيبو واحد العلبة نتاع الياغورت، يعني حتى تاع دانون بحال هكا، غادي نديرو لها واحد الثقب هنايا لتحت، ونجيبو علبة أخرى هكا، وتا هي نديرو لها بالمسمار واحد الثقب هنايا، وغادي ندخلو منا الخيط، منا يدخل الخيط ونديرو له واحد العقدة ونجبدوه هكا، ونعقدوه عاوتاني ندخلوه هنا مع هاد العلبة الأخرى ونعقدوه من الداخل، وهنا عاوتاني ندخلوه ونعقدوه من الداخل، ونبقاو منا أتكلم مع صديقي فأسمعه من بعيد، يعني أنا نقبض هذا وصديقي يقبض هذا، ونذهب كل واحد في غرفة، وغادي كل واحد يتكلم في هاتفه، فنسمع صوتا يعني نتاع الصديق ديالي. شكون هو اللي كينقلنا الصوت؟ هو الخيط. إذن أذهب إلى أنجز مشروعي، هو أرتب مراحل تنفيذ مشروعي مستعملا الأرقام 1، 2، 3. كما راكم تشوفوا باش بدينا، المرحلة الأولى هي هذه، نتقبو العلبتين. المرحلة الثانية هي هذه، رحنا صوبنا العلبتين، ثقبناهم ودرنا الخيط، يعني هذه المرحلة الثانية. وهذه المرحلة الثالثة، هراني درتها مع صديقتي ورحنا نستعملوهم وكنتكلموا فيهم.
نمشي أقوم مشروعي، أضع العلامة في رسم الهاتف الذي لا يشتغل وأوضح سبب ذلك. فره الهاتف الذي لا يشتغل هو هذا. علاش؟ لأن الخيط كما راكو تشوفوه ليس مستقيما، الخيط ليس مستقيما باش يمشي الصوت نيشان. هذا هنايا كما نرى الخيط مرخوف، يعني غير مستقيم. وهنا هذا الرسم الصحيح اللي غادي يحدث لنا صوتا وينقله لنا كذلك. لأن غادي نكتبو هنايا، لأن الخيط غير مستقيم، لأن الخيط غير مستقيم. هنا غادي يحدث لنا الصوت يعني بلا ما نكتبوها. استثمر ورتب بالأرقام من 1 إلى 3 الهواتف التالية من البسيط إلى المتطور. غادي نديرو من 1 حتى 3. نهار في القديم يعني كانوا يستعملوا هذا الهاتف كما راكم تشوفوا، قديم جدا. اذا هذا رقم 1. موراها بقاو يستعملوا هذا الهاتف، هذا هو الثاني وهذا هو الثالث. يعني تطور كما نقولوا الوقت، و أصبحنا كما نقولوا العلم جاهز لهذا الجيل الجديد. شكرا لكم أعزائي عزيزاتي، لقد انتهينا في هذه الحصة. وما تنساوش ديروا لي جام وديك أبوني اللي بالأحمر اللي راها مكتوبة باللغة الفرنسية اللي تحت الفيديو أعزائي عزيزاتي، وطوع عليها غادي تخرج لكم أبوني سوداء، وداك الجرس اللي حداها غادي نطوع عليه ونديرو داك اللي بين قوسين باش ديما توصلكم تمارين جديدة وحلول جديدة. شكرا لكم أعزائي عزيزاتي، وإلى اللقاء في درس مقبل إن شاء الله.